مدير عام مؤسسة الزيتونة للمهارة. احنا مدينة المنستير والساحل قادمة يعيش على وقع تنظيم معرض الساحل للصناعة التقليدية في دورته الثانية اللي كان انطلق يوم 14 مارس ويتواصل إلى غاية يوم 24 مارس. يعني مهرجان كبير يعيشوه المواطنين التونسيين وحتى الأجانب مع آخر الابتكارات والإبداعات في الصناعات التقليدية. اليوم وصلنا للنهار الخامس في معرض الساحل للصناعة التقليدية. كما تشوفوا معنا إقبال كبير تونسي، تأكدنا كونه يقبل على منتوج تونسي، وهي مسؤوليتنا الكل باش نشجعوا منتوج بلادنا، باش نستهلك منتوج الصناعة التقليدية حتى نحافظوا على الحرف التونسية القديمة ونخليوها تتواصل من جيل إلى جيل. المعرض هذا يعني في دورته الثانية اللي لاحظناه كونه أكثر من 50% من الحرفيين هم من الشباب الحامل للشهادة العليا، وهو مؤشر خير يعني ضامن لتواصل الحرف ولأهمية قطاع الصناعات التقليدية في المشهد الاقتصادي الوطني. الدعوة مفتوحة لجميع مستمعي إذاعة الجوهرة أفلام المحبوبة باش يغتنموا الفرصة هذه، باش يلتحقوا بفضاء قصر المعارض بالساحل، باش يكتشفوا يعني مكونات معرض الساحل للصناعات التقليدية، ويتمتعوا كذلك بالأجواء الترفيهية والتنشيطية اللي يعيشها قصر المعارض بالساحل. عبد الرزاق خضير، معتمد الساحلين. اليوم هو يوم المعتمديات، خاصة بمعتمدية الساحلين. كما كنتوا تشوفوا، حبينا من خلال هالفضاء هذا ان نبينوا الصناعات التقليدية والحرفيات اللي هما موجودين اليوم اللي يمثلوا معتمدية الساحلين. إضافة إلى الصناعات التقليدية، هناك جناح خاص بالأكلات الشعبية اللي تمتاز بها معتمدية الساحلين، واللي هي فيها ثراء خاصة في الصناعات التقليدية. وككل هو أنا نحب من خلالكم نحب نشكر إدارة معرض الساحل اللي أتاحت الفرصة للمعتمديات باش يبينوا باش يأكدوا للزوار على الثقل فيما يخص التراث اللي يخص به معتمديات الساحل ككل. فوزي القربي، رئيس جمعية التنمية والرقي بالساحلين، ومكلف بالعلاقات العامة بقصر المعارض بالساحلين. الحقيقة جاءتنا المبادرة هذا من طرف زيتونة مادي إكسبو بالتشارك مع قصر المعارض بالساحل في إحياء التراث المادي واللامادي لمعتمدية الساحلين بضمن الأربع قرى، هي الساحلين، معتمر، مجد عيسى، وسيدي عامر. والحقيقة احتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية وشهر التراث، احتفلنا اليوم بقصر المعارض بالساحلين بالمناسبة هذه، وإن شاء الله تكون متداولة كل سنة. وشكرا ومرحبا بكم في كل وقت.